السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنا السيجي وردينا وادي ماشي وادي العلو عاد عيد وهينا درب المسافي سوق الجمعة وانها الدنيا مشير. شوف الامارات الحمد لله رب العالمين ارضنا يبقوا احسن شتاء في العالم ما كذبوا، عندنا بر وعدنا رمل وعدنا يبل وعدنا بحر وعدنا اشجار وعدنا طبيعة واحلى طبيعة سبحان رب العالمين اللي عطي الامارات الحمد لله رب العالمين. شوف ونحو حياة وهذه المسافي الفجيرة الفجيرة يا الله يا الله يا الله شوفوا 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 ويتوا هاي المخيمات واني احصل لي واحد مسوي خيمة تحت اليبل شيء اني انا ما استحل الخيمة وايلس ويوم بيي ما نقول اخوي سامحنا شفنا خيمتك جاهزة ومفروشة جزاء الله خير وطول الله عمره. اه يا راعي الخيمة كانك تتابعني تراني انا بستحل خيمتك شوية وعندي جدير بتلح بتغدى وياي. ظاهر هالريال مسوي عزبة مخلنها على دوام ما أدري متى يجي لكن يلا يعتبرها اليوم وقف عشان أسوي جاهز. أكو بعد مخيم غير هذاك واحد تحت اللي بلها الغاوي هذا بسوي الله نحن أبوي حب نستحل هالمكان وبنطبخ فيه يعني أن مطر بنخش في الخيمة وإذا ما شيء مطر بنطبخ هني هي على الأجواء الغاوية. يلا يا شباب نزلوا نزلوا افرشوني افرشوني قدام الخيمه هذه هي نعم خلق الله ما خلق الاخيام والدنيا والعالم فين اللي بان وشوف شوف 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 الله 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 هذا شو يباله يباله مالح حريت يباله مكبوس مالح وهذاك التمر اللي عند الشمس من العين واكل يسة الغالي يوه احلى من اللي سمع شيء ما بتحصل ما بتحصل لا تدور بعدين قضي وبيز عدال خيبة الريال. السلام عليكم عليكم السلام هذا محله وهذا جدوري أنا أبوي وانزلته وإذا أي مطر بنخش داخل خيمة في البر ما حد عنده أبارة يعتبر الريال وقف اليوم عاشوا شبابه يلا يبوا يبوا العيش يبوا يبوا الباء يلا يلا يا إبراهيم طبعا رشدنا الحين وبأكثر تجيبه وبسوي عيش وبيعيش وطالع الدنيا الله يا المنظر شوفوا المنظر شوفوا المنظر الغاوي هاي المسافي والمسجد عدالي والغي ودايانا مطر زيادة بس عند هاي بنقول السلام عليكم بيقول عليكم السلام بنقول بين سألتكم مطر علينا وخنتها للسالفة مشي حالك خلكم وياي بطبخة شعادة المالح يلا ابوي غاليين ويردين ويلسنا عاد الحين الجو هذا مغيم هذا مال خومه يباله مالح ما يباله سمك ويباله مالح. المالح عندي شوف كباب يودر يودر شنعد خيل البحر كباب وسط لا يمضي كم وعد كم من كبابه ابراهيم نعم بكر نعم تعال بطل لي هذا ابوي يا ولد عندك حطه والعيش حياتي العيش اول نفس العيش الحين أوجه العيش ما يبغى وايد تحنا ثلاث أربعة أنفار وبحط عليه بعد يبالي دال يبالي العيش عيش ودال على هالجو الغاوي يبالي شوية يبالي دال يا ربوي هذا المالح احنا عطيك بالطبخة اول باولا ما تهونون علي اسمي مالح الله انتو سموني فسيخ لا فسيخ غير فعش قال فسيخ غير دكبي المهم صمعي على هذا صمعي على العيش ودنا العيش ودنا تكفينا هذا بعدين بعدين لا لا اي صمعي 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 ماي عليه خلي حل ملح منه الحين تين تليفون وين نوح وين لوكيشن لوكيشن في الدوام في دبي بيخلص وبيننا المسافي وبيتغدى ويانا بيلحق على الغداء كيف لوكيشن بعد تراني يقولون دوب يلا غطى هذا أبوي كفينا هذا قطعتين نحن ولا نزيده دعته يمكن حد خل علينا بنزيده دعته يمكن حد هذا صندوق البهارات هي نعم
ها صندوق البهارات وبنزيد واحد قطعه بعد يمكن حط طايف يبقى يصير خور فكان من درب شارع سوق الجمع نحن بوي ورا هذا ياكل لقمه بعد زياده الخير خير يا ابو مالح اي بنزيد سبحان الله حط طايف بعد قال حري شفته في السناب يا مرحبا بك صب ماي فوق العيش ودن العيش هي. بنسوي بوي مالح يا رب والمالح هذا بعماشي البصل بكباره واللومي بكباره ما يقطعونه هي بحري هذا مالح مال هاي الخوم شو اسمه يلا ودنت العيل هذا يلا الحين صب لي ماي في الجدر ايوه هي نعم صب لي ماي وبكر غط هذا وده يا رب يا ابراهيم ولعنا ولع قول لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله ايه يلا خلي المحيين اول وحطي المالح شوي خله يلين هي لازم على ضوء شوي وحط عليه عكركمه وعقب بارد امر رجع لي هذا جدر شوفوا الجو اجوانا حلوه هي رحله بس بخبركم يا سيدي بخبر على اربع حيطان ميوز مرام باق قصد الرور ما تبونه طباسه اطلع برا خفف عن عمرك وانس عمرك وانس غيرك اللي خلف الشاشه بعد ما تستانسون هذا حر يو وياكم تم علي هذا الجدر وركبناه صور العرب صور الله يا هو منظر نشوف الغيم 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 صور الغيم الله بابا 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 الغيم 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 شغل الوادم استانسي طالعي نعم نعم يا رب ابراهيم نعم صب لي شاهي وانا بفرم البصل البصل بكباره والكسبره والشبك والثوم والزنجبيل هذا هو وبعيش 24 ساعة يومي بس عد عمري نعم بوي أبوي مثل ما قلت لكم أسعد عمرك بعمرك أدور حد يسعدك له منون أشهد عنك وي حباصي حباصي قال وإن كان عندك شو مش عارف قال حباصي حباصي كان عندك على عيني وراسي وإذا مش عندك روح لا توقع راسي وسهلا ومرحبتين بالغالين المتابعين الزينين الماء والطبخ العيش والمالح ما شاء الله معليش الحين حريش قبل المالح نوعي اذا هي منشوره واذا هي تحت لازم تشل الجلد وغيره اما اذا شابس بحري اسمه بحري يسموه الاولين ها زين حد يحطي باليلد وحد يشيل يلده وكله نفس الشيء انشليت اليلد ونخليت اليلد ابو بكر تعال يا ودي اسمك يا ودي اي عادي 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 مو مخصص مالح مالح يا ابو مسكين يا ولد يا عطني عطني بقصتي غير قلبي ايوه ايوه احنا في برد ما يبالي بعد هي مشي حالك برد مشي حالك وردينا عاده افتحي الجدر بطالع افتحي الجدر ايه يا طبخ
يطبخ يطبخ. بعطيه شوي كركم اي عشان شوي كركم، مو وايد كركم لا عشان وبارد. اعطيه شو عادل برا جوا بحرا وين ما بغيتوا، حال جوا هاي تبع احبار حريه. يا جميع العالم شافوه والله عين حين اعطيه هذا زار ما الزار وايد عليه الله. وهني شو عاده هاي تختلف الطبخ، هاي ما يشوطونه لا هاي بحريه بالطريقه هاي كل بكباره البصل بكباره الثوم بكباره الزنجبيل بكباره الفلفل بقى كله على اي مره جوا الله. ايه بحريه ويا حريه ابو خالد مخلع هعيشكم الجو والله يا ابو جو يا هو غي يا هي الدنيا. صور لهم شوي من صور الناس العالم هناك يهالو قاعد يهالو مستانسي والعوايب. يلا افتح لي افتح الجدر افتح الجدر الله يطبخ الجدر الحين عايش واصاب في دهن فجر سعيد. البر 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 الله حرية من غير عنانية يا قاعد شعبية. ليش اليوم صور الخيمة غالي صراحة جو اشتاء ودخل هذا هذه الأيام الحلوة والله يعود عليك قصر الحلوة. تعبان طالع بنشوف يا ربي تعال لما نشوف جدرنا هذا جدري صور الجدر الله 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 اي مرة عايبني ايش حقا عليك عند الجدر دفوة انت دفوات الجدر الله يبقى بغى العيش يبالي عاد بعد حين شبابه يبالي شوي دهن خليل شوفوا بعد ايه عشان شحقه بتش العيش مرة هذا شوي دهن خليل استعان الله. هاي طبخة الأولية طبخة الخومة يسمونها دوم المطر هي يوم اللي شو اسمها الديمة قطعت الديمة واستوى الخرز نشف على ما يقولون عشان يسكر الحين شيل الحطب الكبار وده هناك ايه طلع الحطب ايه طلع الحطب الكبار من تحت ايه بس ايه طلع هاي بعد ثاني ايه لكن الاهم من هذا اللي اهم من كل هذا اللي سويناه يقول خل المكان احسن عما كان ايه اطفوا النار شلوا الوساخه نظفوا بيو الناس غيركم لا تاخذونها بعد استغلونا البلدية الفجيرة ما تقصر طول الله اعمارهم ما علي ما عزوا عن العيد الوطني العود ملايين هبه في دبه ما بعزان عن شغلهم جزاهم الله خير كل الخير بلدية الفجيرة لكن لا انت السايح تعال نظف مكانك تخلي النار يهالو بيون وباكر الناس غيرك بيجلسون تعال وروح لا احترم الناس مثل ما هم احترموك ومساكم الله بالخير والنور والسعادة الغالين في الديف اللي تابعوني انا هذا يا ولد افتح الجدر هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد شفتوا طالع ايش هذا اليوم عيشي هذا المالح فلفل يتفلفل يتفلفل عيشة صور عيشة هذا يا تمر هذا ايش مالح ايه صاروطي صاروطي ايه هذا هو المالح والعيش في دال هذا قال يا ربي يا الله هذا غدانا بنجلس على الاجواء
الشتوية ارفع شويتين فوق 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 على الغيوم 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 أبوك. هذا الحين استحلينا الخيمة، ما ندري ما أخوي سامحونا وعذرونا وحلونا، وانتم جزاكم الله خير أصحاب الخيمة مأجورين، انتم خلين أرواحكم خلين خيمة، ما محطني عليه باب ولا مسكرينا وينحن يلسنا. خوش مكان يا ربي، يا مكان مقاول ده. الرحمن الرحيم، يا الله يا الله يا الله يدخل. وابوي وبالعافية عليكم يدخل. اين سوي يا ابوي؟ هذا وهاي منتهت رحلتنا واستعنسنا، الاجواء حلوة وغاوي كذي باله. هي هذي بين اربع حيطان شحقة مره عمرك وانس انزين. وعاد خلاص الحين يباله أغوص على ما يقولون. تبا انت عاوز ولا مش عايز؟ ابو ابو هي يلا يا ول يا الله يبعد هاللومين الخضر حلو يا الله. الشمس يعطني بناوي ناوي ناوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهالتمر الاخلاص من العين، الله يطول عمرك يا الشمس ويبارك حياتك ترجع بالسلامه يا ابو الحين. مالح، هي مالح مالح صدق يعني. هي يا ربي بعد شقايق هي غدوة. وشوفوا لا شوفوا حبة العيش انتوا شقايق. هاي الشابس الأولية هي. قالوا كل من يا ونقر ما ظل بالوادي شجر. شو هي شقر شقر؟ هي اسمنا علمك عوذ بالله. بدينا أبوي ويانا عاد نحن من الرحلة الطويلة والعريضة، وعاد جاينا من زائرنا اليوم المشخص محمد. اي مرحبتين. وعاد ابو فاروق عازمنا عند ما قصرت يا ابو فاروق بالعافيه. هذا انت مسوي الصالون عاد اليوم؟ لا خليل مسوي اليوم. خليل سهل. اي نعم اي نعم. وخليل حرية. هو عاد وهي ما غوص الصالون يا ابوكما وهينا نحن بياكلوا عيش. انا جبت لي خبز ما بسجل على عمري. قال يا ربي انت شو تبغى؟ عيش. عيش كنك ما بتغدي تقوم. هي هي تعال يبونا لحم زيادة. لا بس بس يا كفاية. ما قصرت وبيض الله وجهك ونتريع على المطعم الجديد اللي بتسويه إن شاء الله. الجمهور يسأل عنه وين عقب نخبر. وأول مفتتحين أنا إن شاء الله. إن شاء الله انتظروا خليل عنده مشروع جديد إن شاء الله. محمد يا أبوي نوحو يا رحباب كل 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 بالعافية عليك يا رب. هذا أبو خالد. هلا أبو محمد مرحبا. انتهت الرحلة. اي نعم. وان شاء الله باكر شو البرنامج؟ في برنامج يقولون المطر ما بيوقف، واذا المطر ما وقف نحن بعد ما نوقف. نعم. من رحلة الى رحلة. باكر بعد ان شاء الله تكون طبخة ثانية طبخة حلوة، وباكر عاد بشرافك انت ان شاء الله. اي تصبحون على الف خير. نحن بعد محمد شوقتهم الحين. هي لازم اذا ما وقف المطر حتى بعد رحلة عندي بغير الموقع ان شاء الله تعالى. وخي استانسون الجماعة إن شاء الله. ها مستعدين؟ مستعدين. يا تصبحوا على خير. نحن في البر بعدنا معزومين. ما شو كذب الدنيا ظلام؟